طيب تركيا كيف تتوقع أردوغان أن يقود سياسته في المرحلة المقبلة مع بايدن مش ترامب، عنده عالم جديد، سنة جديدة، كيف يدير أردوغان معاركه في المنطقة؟ مشاكل أردوغان استفحلت وهو يحصد الآن كمية جنونه في الأربع سنوات الماضية. عنده خلافات وانشقاقات داخل حزبه الحاكم، ثلاث أحزاب جديدة انشقت عنه، الليرة تجاوزت 9,000، لديهم مشكلة بتهديد عقوبات مع الاتحاد الأوروبي سوف ينظر فيها في مارس المقبل. أيضا المشكلة هي أن تركيا الدولة بالغة الأهمية عند الأمريكان بسبب قاعدة إنجرليك، بسبب وجود 190 ألف جندي عامل من تركيا يمثلون أهم قوات برية في حلف الناتو، بسبب تخزين البي 52 في تركيا، بسبب أن هي قوة لا يستهان بها. لكن تركيا مهمة، لكن رجب طيب أردوغان أصبح عبئا عليها. هل يتم انتظار لانتخابات 23-24؟ أشك. الوضع الداخلي في تركيا سوف يفرز نفسه، أعتقد أن الأمريكان سوف يشجعون فكرة أن تكون هناك انتخابات مبكرة قبل الموعد، وأن يخسر أردوغان وأن تعود تركيا إلى الشكل الذي تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية. يحاول الآن رجب طيب أردوغان أن يدخل إلى الولايات المتحدة عبر النافذة الإسرائيلية من خلال اتفاقات قام بها بالتصنيع العسكري، باتفاق أمني مع الاستخبارات، بمحاولة تخفيف أي هجوم على إسرائيل.